السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم حاسوب للصف الأول متوسط. وصلنا صفحة 41 سطح المكتب. ما شاشة سطح المكتب؟ تعريفي الشاشة الملونة التي تظهر أمام المستخدم بعد تشغيل الحاسوب بدقائق معدودة، وتعد الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز التي تمكن المستخدم من التحكم بجهاز الحاسوب بشكل كامل عبر طريقتين رئيسيتين، هي التحكم بواسطة الفأرة الماوس والتحكم بواسطة اليد. نجي على التحكم بواسطة الفأرة. في هذه الطريقة يعتمد المستخدم على الفأرة المتصلة بالحاسوب أو الملحقة بالحواسيب المحمولة من أجل التعامل مع الأيقونات، القوائم، النوافذ المنبثقة ومربعات الحوار التابعة لنظام التشغيل ويندوز. أما التحكم بواسطة اليد هي طريقة حديثة من طرائق التحكم بالحاسوب، ظهرت مع ظهور فكرة شاشات اللمس المدعومة من أنظمة تشغيل ويندوز الحديثة، إذ تستخدم أقلاماً خاصة لهذا النوع من الشاشات أو عن طريق استخدام أصابع اليد من أجل التحكم بالتطبيقات الموجودة على سطح المكتب بسهولة. يعني هذني تعريف شاشة سطح المكتب وشنية الطريقتين للتحكم بطريقتين لشاشة سطح المكتب. من المسؤول عن إدارة المجلدات والملفات المخزونة داخل الحاسوب وتنظيمها ونظام التشغيل؟ يلا خلينا ناخذ بعد صفحة وياها، صفحة 42. صفحة 42، يلا ماماتي. هسه عندنا ما مكونات شاشة سطح المكتب. تتكون شاشة سطح المكتب في نظام التشغيل ويندوز من الأجزاء الرئيسية الآتية، الأجزاء أربعة. الأيقونات، عندنا أولاً الأيقونات، خلينا نعددهن. أولاً الأيقونات اللي تشمل أنواعها الرئيسية، أيقونة جهاز الحاسوب وأيقونة الملف الشخصي وأيقونة الشبكة وأيقونة سلة المحذوفات. طبعا يقول لك ما مكونات شاشة سطح المكتب؟ عندنا الايقونات ثانيا شريط المهام. فهسه نجي على درسنا اليوم. الايقونات هي عبارة عن صور او رموز مصغرة توفر امكانية الوصول السريع للملفات والمجلدات والبرامج المخزونة داخل الحاسوب وتنتشر على سطح المكتب. انواع الايقونات، اربع ايقونات عندنا. اولا الايقونات الرئيسية، تعريفها تسمى في بعض الأحيان بأيقونات نظام ويندوز. تأتي تلك الأيقونات مع نظام التشغيل ويندوز وتظهر على سطح المكتب بعد تنفيذ تثبيت نظام التشغيل مباشرة، وتشمل خمسة أيقونات: أيقونة جهاز الحاسوب، أيقونة الملف الشخصي أو ملفاتي، وأيقونة الشبكة، وأيقونة سلة المحذوفات، والأيقونة الأخيرة هي لوحة التحكم. هذني أيقونة جهاز الحاسوب كل من والتعريف مالتها، يعني ما بها أي تلخيص، بس كل من والتعريف مالتها. هي هذا أيقونة جهاز الحاسوب والملف الشخصي وملفاته، وأيقونة الشبكة، وأيقونة سلة المحذوفات، وأيقونة لوحة التحكم. كل من وتعاريفها، وإن شاء الله على الفيديو اللي يجي نشرح أيقونة الاختصار.